مع استمرار تطور تقنيات الدفاع، ساحات المعارك تزداد تشابهاً مع أفلام الأكشن. فقد شهدنا من قبل طائرات مقاتلة منطلقة ومطلقة الصواريخ باتجاه العدو بسرعات هائلة، لكن أسراب الطائرات من دون طيار والتي تطلق بواسطة مروحيات في الجو قد تصبح السلاح الأكثر فكاً. هذه المسيرات الصغيرة يطلق عليها الجيش الأمريكي Air Launched Effects، ومن أبرز مهامها جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع، بالإضافة إلى اعتراض طائرات مسيرة أخرى أو حتى تتحول هي نفسها كسلاح ذاتي التفجير في العمليات الهجومية. ولكن ما يعطيها أهمية إضافية هي قدراتها على العمل تحت نيران العدو دون أن يعرقل مهامها لجمع بيانات استطلاع إلى صانعي القرار من البشر. بحسب موقع National Interest تتيح هذه المسيرات القدرة على البقاء خارج نطاق أجهزة استشعار العدو في الوقت الذي تراقبه لتحديد أي تهديد محتمل. تأتي هذه التطورات ضمن توجيه وتوجه جديد في الجيش الأمريكي لزيادة القدرة القتالية لسلاح الجو.